الحكومات المحلية ودورها بالاهتمام بالإنسان. الوزير السابق عبد الله فرحات: لمعضلات لبنان التاريخية الحل هو المجالس المحلية، بتعبير آخر هو البلدية. رئيس بلدية الحزمية جان أسمر: أنا ما بقبل أنه مدينتي تكون أقل مستوى من المدن الأوروبية. رئيس بلدية الدكويني المحامي أطوان شخطورة: دكويني على طول في إماء، في سقافة، بس في خضات فيها. مؤسس معهد سيتي الأنصل إبراهيم حداد: التعليم المهني والتقن لازم يتعمم على كل لبنان، لازم كل البلديات تساعده. وعن ذكرى الاستقلال رئيس بلدية رشيا الويدي بسام دلال: أول علم لبناني رفع بقلعة رشيا وقت زار الشيخ بشار الخوري يوم الاستقلال ب 1944. ضيوف المنبر مع كريم الجميل، 2:10 المساء على الأو تي في.